ضمن سعيها إلى تكريس علوم أهل البيت عليهم السلام وسيرتهم في معالجة أزمات العالم المعاصر وتبيان دور أئمة أهل البيت عليهم السلام في حل الشبهات الفكرية والتصدي للأفكار المنحرفة، عقد مؤتمر الإمام علي عليه السلام في كلية الطب بجامعة الكفيل. تقيم جامعة الكفيل مؤتمر خاص عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعنوان منهاج الإمام علي عليه السلام في تربية الفرد والأمة، وقد وصلت بحمد الله تعالى 51 بحثا، وقد قبل منها 19 بحثا من 7 دول من العراق و7 دول أخرى. ثقافة أهل البيت هي ثقافة مغيبة على مر العصور، الكثير من المسلمين وحتى كثير من أبناء شعبنا ما كانوا مأنوسين بهذه الثقافة بسبب سياسات الطغمة السابقة التي كانت تغيب أهل البيت. الآن لما سنحت الفرصة للتعرف على ثقافة أهل البيت تكون إقامة مثل هذه المؤتمرات، تبرز أهمية إقامة هذه المؤتمرات، خصوصا أنها تجمع نخبا من داخل العراق ومن خارج العراق، تتلاقح الأفكار، يتناولون قضايا مهمة تعرض لها أهل البيت مثل البعد التربوي، البعد الأخلاقي، التوجيهي، العلمي، هذه كلها المجتمع يحتاجها. هناك الحقيقة مشاركة أكاديمية واضحة ورفيعة، وهذه المشاركة تمثل الدور المهم والتكاملي بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات العلمية، وقد نجحت العتبة العباسية المقدسة نجاحا باهرا في إظهار هذه الصورة التكاملية بأبهى صورة. أسبوع الإمامة مؤتمرا وحوارا ونقاشا وعرضا لبحوث فيها من الجدة والاجتهاد ما يضع النقاط على الحروف، وما يكشف مستورا وما يسبر غورا بما يتصل بالأئمة عليهم السلام، ولا غرو في ذلك، فإنهم عدل القرآن. القرآن هو هداية الله للبشر، يهدي للتي هي أقوم، ولا هداية بهذه الصحف من غير ما ترجمان يترجمها على أرض الواقع عمليا، وهذا الترجمان هم أهل البيت عليهم السلام من نمير علوم رسول الله صلى الله عليه وآله. حقيقة يعني أسبوع الإمامة بنسخته الأولى والثانية نلحظ إقبالاً واسعاً من الأوساط الأكاديمية فضلاً عن الأوساط الحوزوية، من الباحثين إقبال واسع حقيقة وشغف في الكتابة في هذه الموضوعات والعنوانات التي تختص بعلوم محمد وآل محمد صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين. مؤتمراً متضمناً لمجموعة كبيرة من البحوث المتنوعة في مضامينها ومحتواها العلمي والثقافي والأكاديمي، التي تضمنت بحوث عن اللغة وعن الفقه وعن الدين وعن توازن الشخصية، كلها نماذج مختارة من نهج البلاغة ومن أقوال وخطابات الإمام علي عليه السلام. بحثي يوسم بعنوان دور المعرفة في قوة الذات من منظور الإمام علي عليه السلام، بملاحظة الواقع لدينا الآن نجد أن هناك سعي لدى كثير من الناس إن لم يكن معظمهم إلى تأكيد ذواتهم وبروزها، منهم من يؤكد ذاته بالمال، ومنهم من يسعى للارتماء في أحضان جماعة أو تجمع معين اجتماعي سياسي اقتصادي إلى آخره، كل ذلك سعيا لتعزيز ذاته وقوتها.
البحث هو منهج الإمام علي في التوازن الشخصية الإسلامية. الهدف منه هو أنه لنأكد من الناحية التربوية والأسرية أن نعود إلى الدين الإسلامي المحمدي، لأن هناك بعض الدراسات التي أطلقت من الناحية من الدول الغربية وهو هدف الغزو الفكري وتفكيك الأسر الإسلامية، ولكن حينما نعود إلى دين الإسلامي يؤكد لنا الحفاظ على الأسرة والأبناء والتربية السليمة. علوم أهل البيت الثرة والدرر العلوية والمنهاج الذي رسمه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو منهاج للحياة بشكل أجمل، وكل العلوم الأكاديمية هو أساس هذه العلوم، هو من أساس علوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وقد بلغ عدد البحوث المشاركة في المؤتمر 51 بحثا من العراق وسبع دول أخرى، هي لبنان والبحرين وسوريا وإيران وباكستان وألمانيا وفرنسا، وقد قبل منها 19 بحثا حيث تمت مناقشة 8 بحوث. بالنسبة للجهود التي تقدمها العتبة العباسية المقدسة وعلى رأسها سماحة المتولي الشرعي حفظه الله، فإنها يعجز الكلام عنها حقيقة، فهي من جميع النواحي ملتفتة إلى جميع الأمور العلمية الأكاديمية الحوزوية. أتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي أدام الله عزه لحرصه ودعمه اللامتناهي لنشاطات الجامعة وسعيه إلى تقديم نموذج أمثل من خلال جامعات العتبات المقدسة العميد والكفيل. والشكر موصول إلى الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة وإلى رؤساء الأقسام فيها وجميع العاملين في هذه العتبة العباسية المقدسة الذين يسعون لتقديم نموذج طيب متكامل، وأخص بالذكر كادر قسم الإعلام لجهودهم الطيبة في تغطية فعاليات مهرجان أسبوع الإمامة وبالخصوص مؤتمر الإمام علي سلام الله عليه. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يديم عليهم كل النعم، وأهم نعمة هي خدمة المولى أبي الفضل العباس سلام الله عليه.